السلام عليكم، احمد المساعد نائب الرابع الى رئيس الجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. كما كتلاحظوا هذه اسبوع، حنا اسبوع ديال رمضان، يعني اليوم التاسع ديال رمضان، وحنا سادين المحلات ديالنا تنفيذا لقرار حظر التنقل اللي فرضته الحكومه علينا. كما تلاحظوا لحد الساعه حنا كارباب مقاهي ما كاين حتى شي قرار مواكب او اجراءات مصاحبه لهذا القرار. حنا سادين، خدامه ضايعين، خدامه هما انا حد الان مازال ما عطاولهم حتى شي حاجه، حتى شي تعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي او من لجنه اليقظه. اذا الحكومه في راه ما حكومه ما عرفتش انا كيفاش كتسير هذا القطاع. هذا قطاع جد مهم، حنا كنعانيو، حنا ضايعين، القهاوي سادين. كانت كتروج هذه الاشاعات في الفيسبوك انه الجمعه غادي يطلقوا التراويح او يطلقوا يخفوا شويه من حاجه التنقل الليلي، ولكن هذا الشيء كله ما كاين منه والو. ديما كنعانيو من الاشاعات، والاشاعات هي اللي كتضرنا اكثر انه من الحقيقه. الحقيقه كما يقولوا الحكومه راه ساتره عليها، ما بغات تبين حتى شي حاجه. نوجه نداء للحكومه، لجنه اليقظه، شوفوا الحال من هذا القطاع. القطاع راه غادي الافلاس، وبهذا القرار العشوائي زدتوا يعني زدتوا دقيتوا واحد ناقوس الخطر، ودرتوا واحد النعش يعني باش تدفنوا هذا القطاع بشكل تام، ونحملوا المسؤوليه وجدد حمل المسؤوليه للحكومه.